السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا من خلال هذا الفيديو غادي نخدموا واحد النموذج من الفرد الاول المستوى الخامس، الفرد الاول السداسي الثاني ديال الدوره الثانيه للمستوى الخامس من التعليم الابتدائي. اذا سبق لنا خدمنا النموذج الاول ماده الرياضيات، اذا هذا النموذج الثاني غادي نصحوا هذا الفرد اللي عندنا هنايا لسنه 2024. اذا عندنا التمرين الاول، حول ما يلي على شكل قوة. إذا لدينا هنا 174 في 174 في 174، إذا عندنا 174، إذا تكررت لينا ثلاثة المرات، إذا أس ثلاثة، إذا نديرو 174 أس ثلاثة. هنا عندنا 240 في 240، إذا تكررت مرتان، إذا 240 أس اثنان. التمرين الثاني، فكك وانجز ما يلي. اذا عطينا هنا باش نحسبوا، اذا نبداو ب 14 اس 2، اذا 14 اس 2 يعني 14 في 14 تساوي 196. بالنسبه ل 11 اس 3 هي 11 في 11 في 11 يعني 11 ثلاث مرات، إذا 11 في 11 في 11 تساوي 1331، 1331. نمشيو للتمرين الثالث، أنجز واختزل ما يلي. إذا عندنا هنا 14 أس 2 على 5 ناقص 1 على 2، إذا 14 أس 2، إذا غادي نديرو 14 في 14 على 5 ناقص 1 على 2، إذن تساوي، إذن 14 في 14 ديجا عندنا الحل هو 196 على 5 ناقص 1 على 2. الآن هنا عندنا المقام ماشي بحال بحال، اذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نوحدو المقامات. اذا باش غنوحدو المقامات غادي نديرو جداء الطرفين في جداء الوسطين. اذا غادي نديرو 196 في 2 ناقص 1 في 5 اللي هي 5 على 5 في 2، اذا تساوي، اذا 196، إذن هنا 5 في 2 اللي هي 10، إذن نديروها هنايا بعدا، إذن على 10، إذن 196 في 2 هي 392، إذن 392 ناقص 5 على 10، إذن غادي تعطينا 387 على 10. إذن هكذا غادي نكونو سالينا هذا التمرين الثالث اللي كان عندنا 114 أس 2 على 5 ناقص 1 على 2. إذن هنا كان عندنا تفكيك ومن بعد توحيد المقامات ومن بعد عندنا الحساب. إذن عندنا رابعا، حصل متعلمو المستوى الخامس ابتدائي البالغ عددهم 33 تلميذا على النقط التالية في مادة الرياضيات. إذن 5 تلاميذ حصلوا على النقطة 8، 4 تلاميذ حصلوا على النقطة 10، 14 تلميذا حصلوا على النقطة 7، 3 تلاميذ حصلوا على النقطة 9، و7 تلاميذ حصلوا على النقطة 6. إذن هنا غادي ننظموا هاد المعلومات، عندنا هنا 5 تلاميذ حصلوا على النقطة 8، إذن عدد التلاميذ 5، النقطة المحصل عليها 8. إذن 5 تلاميذ بخمسة بهم جابوا 8 8 8 في مادة الرياضيات. بالنسبة لهنايا عندنا 4 تلاميذ حصلوا على 10، إذن 4 اللي جابوا 10، 14 تلميذا جابوا 7، وبالنسبة لثلاث تلاميذ جابوا 9، وبالنسبة السبع تلاميذ النقط المحصل عليها 6.
إذن جاوبنا على السؤال ألف. إذن السؤال باء، قالك مثل البيانات بالمبيان التالي بأعمدة. إذن هاد العدد ديال التلاميذ خصنا نديرو هاد النقط اللي جابوا اللي حصلوا عليها ولكن على شكل أعمدة. إذن غادي نرسمو هنايا، مجرد ما كنرسمو وكنحطو المعطيات ديالنا يسهل علينا انذاك تمثيل بالأعمدة. اذا عندنا هنايا غادي نبداو اذا عندنا هنا نديرو هنا عدد التلاميذ، اذا عدد التلاميذ وهنا النقطة المحصل عليها، النقطة المحصل عليها. إذن هنا غادي نديرو إذن من هنا لهنا يعني نديرو 6 التلاميذ، من هنا لهنا عندنا 7، هنا 8، هنا 9، وهنا 10. بالنسبة للنقطة باغدو مش عدد التلاميذ، هنا النقطة المحصل عليها هنا اللي غنديرو عدد التلاميذ. إذا نبداو من هنايا، إذا غادي نبداو من هنا غادي نديرو 2 4 6، غنمشيو بجوج، 8 10 12 14. إذا العدد اللي عندنا 14 تلميذا. الآن غادي نجيو نشوفو هنا 6 تلاميذ، إذا عندنا عندنا هنا النقطة المحصل عليها 6، إذا هاد النقطة 6 شحال من تلميذ اللي جابوها؟ إذا جابوها 7 ديال التلاميذ. إذا غنديروها هنا، إذا 7 ديال التلاميذ، إذا 7 ديال التلاميذ عندنا هنايا 6، إذا جات في النصف. دابا غنجبدوها لهنا، إذا هي هادي إذا 7 ديال التلاميذ اللي جابوا لينا 6. بالنسبة للنقطة 7، إذا جابوها 14 تلميذ، إذا 14 تلميذا هما هادو 14، غادي نجروها لهنايا، إذا هنا 7. إذا غنديرو هاد الميبيان هنا أولا هاد العمود، باغدو هاد العمود هنايا. إذا بالنسبة ل 14 تلميذا النقطة المحصل عليها هي 7. بالنسبة ل 8، إذا جابو 8، 5 التلاميذ اللي جابو 8، إذا 5 ديال التلاميذ، إذا هي هادي في النصف. بالنسبة للنقطة 9، إذا 3 تلاميذ اللي حصلوا على النقطة 9، إذا 3 غتجينا في النصف. بالنسبة للنقطة 10، إذا عندنا 4 ديال التلاميذ اللي حصلوا على النقطة 10. إذا كيفاش كنديرو؟ كنديرو الإسقاط هنايا، ها هي 4 ونديرو الإسقاط هنا. الآن غادي نمشيو للسؤال جيم، إذا سالينا السؤال باء، نمشيو للجيم. ما هو عدد التلاميذ الحاصلين على النقطة أكثر من 8؟ إذا العدد التلاميذ اللي جابوا أكثر من
8. إذن لاحظوا معايا هنا، هنا اللي جابوا أكثر من 8، إذن عندنا هنا هادو جابوا اللي جابوا يعني أكثر من 8، يعني غادي يكون 9 و10. يعني شكون اللي جاب لينا 9 و10؟ يعني 3 ديال التلاميذ جابوا 9، وربعة ديال التلاميذ جابوا 10، وغنديروا 3 زائد 4 اللي هي 7. إذا غادي نقولوا عدد التلاميذ الذين حصلوا على أكثر من 8 درجة نقاط، يعني عندنا اللي جابوا أكثر من 8، يعني ما ندخلوش 8، يعني اللي جابوا 9 و10 أكثر من 8 بقى لينا 9 و10. إذا شكون اللي جاب 9؟ إذا 3 ديال التلاميذ زائد اللي جابوا 10 4 ديال التلاميذ، إذا 3 زائد 4 تساوي 7. إذا شحال من تلميذ؟ إذا 7 تلاميذ هما اللي جابوا لنا أكثر من 8. الآن بعد ما سالينا السؤال الرابع، غادي نمشيو للتمرين الخامس. لاحظ الشكل ثم احسب المساحة القرص أ. إذا عطينا هذا القرص أ، وطلبوا منا أننا نحسبوا المساحة ديال هذا القرص. إذا كيف ما كنعرفوا لحساب مساحة القرص، إذا أ كتساوي لنا بي، بي معروفة ومعلومة هي 3.14 في أغ، في أغ في الشعاع، في الشعاع. إذن عندنا من هنا لهنا هذا شعاع، إلا زدنا من هاد المسافة من هاد النقطة حتى لهاد النقطة تيسمى القطر. إذن حنا عندنا لحساب مساحة القرص هي بي في أر في أر. إذن عندنا بي كتساوي هي 3.14 والشعاع هو 5 سنتيمتر. إذا نديرو تطبيق عددي، إذا كتساوي لينا، إذا نعوضو بي، إذا هي 3.14 في 5 دار في 5. الآن غادي نديرو حساب عددي، إذا عندنا 3.14 في 5 في 5 25، إذا كتساوي لينا 78.5. إذا هنا عندنا سنتيمتر، إذا المساحة تكون في سنتيمتر مربع. إذا أ تساوي 78.5 سنتيمتر مربع. إذا هذه مساحة القرص أ. الآن غادي نمشيو للتمرين الخامس. كالكول لو بيريمتر بي إلاغ، إذا خصنا نحسبو المحيط بي والمساحة ديال لا فيغور سويفون ديال هاد الشكل هذا. إذا شنو طلبوا منا؟ نعاود، إذا طلبوا منا نحسبو المحيط البيريمتر، وطلبوا منا نحسبو المساحة ديال هاد الشكل. إذا المساحة معلومة، إذا الطول في العرض، غادي تخرج لينا 6 في 3، غادي نلقاو المساحة والمحيط. إذا المحيط هو 6 في 2 زائد 3 في 2، أولا 6 زائد 6 زائد 3 زائد 3. إذا قبل ما غنجاوبو على السؤال، غنبغي نذكركم بأن لحساب المساحة ولا البيريمتر يعني المحيط أولا أيا كان مطلوب، أول شيء خصنا نعرفو هذاك الشكل، واش هو مربع، واش مستطيل، واش معين. بحال دابا هنا عندنا مستطيل، إذا خصنا نكونو عارفين القاعدة ديال المستطيل. إذا المستطيل كيكون فيه الطول وكيكون فيه العرض، إذا هذا هو الطول ال، وكيكون عنده عرض ال صغيرة. إذا هذا الطول وهذا العرض. إذا المساحة ديال المستطيل كتكون هي الطول في العرض، الطول
في العرض، ولكن قبل ذلك حنا طلبوا منا بعدا البيريمتر، يعني طلبوا منا المحيط. اذا القاعده اللي عندنا ديال المحيط هو ال كبيره يعني الطول زائد العرض الكل في اثنان، يعني بحال درنا هذه في اثنان كيف قلت لكم دابا شويه، هذه في زوج زائد هذه في زوج. اذا غادي نديروا القاعده المعروفه، اذا هي ال كبيره زائد ال صغيره الكل في اثنان تساوي، اذا ال كبيره عندنا هي 6 زائد ال صغيره اللي هي 3 في اثنان تساوي 6 زائد 3 هي 9 في اثنان، اذا 9 في اثنان تساوي 18. هنا البيريمتر باش كيكون ما كيكونش بالسنتيمتر مربع او لا، كيكون بالسنتيمتر او لا بالمتر، حيت ماشي مساحة. اذا هنا عندنا المتر، اذا غادي يكون 18 متر. الان غادي نمشيو نحسبوا المساحة، اذا المساحة ديال المستطيل قلنا هي الطول في العرض، الطول هو ال كبيرة في العرض اللي هو ال صغيرة، نديرو التطبيق العددي. اذا الطول عندنا هو 6 في العرض اللي هو 3، إذن 6 في 3 تساوي 18. الآن نديرو عندنا 18 تساوي 18. هاد 18 المساحة باش قلنا، وكان عطينا السنتيمتر غادي نديرو سنتيمتر مربع. علاش؟ لأن بحال دابا هنا عطينا المتر، يعني 6 ماذا؟ 6 متر في 3 متر، يعني المتر في المتر هو المتر أس 2. إذا هنا 18 متر وكاري، إذا هذه هي المساحة ديال هاد المستطيل. إذا هكذا غادي نكونو سالينا هاد النموذج الثاني من فرض الأول لمادة الرياضيات للدورة الثانية لفائدة المستوى الخامس من التعليم الابتدائي. إذن غنخليكم حتى نلتقيو إن شاء الله في نموذج جديد من فروض الدورة الثانية.